السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه عالم عواطف. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غراتان صدر الدجاج والبطاطس. هذا الغراتان اللي هو صحي ومفيد لوليداتنا. قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساونيش ملي لايك، والناس اللي كيشوفوا القناه ديالي لاول مره كنقول لهم اشتركوا معايا في لاشين بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هذا الكغاطان غادي نحتاجوا البطاطا. انا خديت 3 ديال حبات البطاطا، قطعتهم مكعبات صغيره على هذا الشكل. هذا جوج حبات ديال البصله شللتهم رقاق، 3 ديال حبات ديال القرعه الخضراء او الكوسه محكوكين، صدر دجاج اللي قطعته قطع صغار، الفرماج محكوك، الزيتون مقطع، المعدنوس مقطع رقيق. بالنسبة للتوابل غادي نحتاج ملحة، يبزار وتحميرة او البابريكا. اول حاجة عملت البطاطا ديالي تسلق مع شوية ديال المليحة. خديت المقيلة ديالي نعمل فيها شوية ديال الزيت. غادي نعمل البصلة ديالي تشحر. نضيف القرعة الخضراء او الكوسة اللي حكيتها هكذا رقيقة. غادي نخليهم يغطوا واحد الشويش. غادي نضيف صدر الدجاج اللي قلنا قطعته قطع رقيقة. غادي نضيف التوابل. عندي هنا تحميرة، الملحة، يبزار. نخلط هاد العناصر كاملة. نضيف الزيتون مقطع. نضيف المعدنوس. صافي صدر الدجاج ها هو طاب مع هاد الخضيرة. صافي غنطفي عليه البوطا. غادي ندوز نحضر لاباري اللي غادي نعمل في هاد الكغاطا. غنحتاج الفرماج محكوك، 4 ديال البيضات، قبيصة د الملحة، شويه د الابزار، واحد الياغورت طبيعي. غادي ناخد البيض، قلنا 4 د البيضات، ياغورت طبيعي، غادي نضيف قبيصة الملحة، يبزر، نطرب هادشي مزيان، تينسجم ليه هاد الخليط. هنا تعوض ياغورت طبيعي، يمكنكم تعملو الكريم السائل الخاص بالطبخ. صافي الخليط ديالنا ها هو انسجم. غادي نضيف عليه نصف كميه ديال الفرماج محكوك اللي عندنا ونخلط. صافي لاباغي ديالي ها هي واجده.
بعد ما تسلقت لي البطاطا عملتها تقطر في واحد الشبيكه. دابا ضفت عليها داك الخليط اللي حضرت معكم ديال صدر الدجاج مع الخضيره. غنخلط هاد العناصر كامله. البطاطا نحاولوا ما نسلقوهاش بزاف باش ما تعجلناش. صافي هكذا. دابا غادي نضيف لاباغاي ديالي اللي حضرت ونخلط الكل. ديت المول ديال الكغاتان دهنته بالزبده وغادي نخوي فيه هذا الخليط ديالي كامل. صافي نحاول نقادو بهذا الشكل. صافي غادي نضيف عليه من الفوق داك شويه ديال لاباغاي اللي بقات لي هكذا. غادي ندخلو الفران يطيب حتى يتحمر لي مزيان وعاد نزيد عليه من الفوق هاد الفرماج محكوك اللي بقالي ونرجع عندكم. بعد ما طاب الكغاتان ديالنا ضفت عليه من الفوق داك الفخوماج محكوك كما كتشوفوا ورجعته للفران يدار لي داك الفرماج وخرجته. هذا هو الشكل النهائي ديالو كيفاش كيجي. كيجي محمر من الفوق وزوين وصحي ومفيد. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتقدموه لوليداتكم بصحه وراحه. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسونيش ملي لايك. وبالنسبة للناس اللي كيشوفوا القناة ديالي لأول مرة كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين بالضغط على جرس الاشتراك سبسكرايب أو صابوني أسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء مع فيديو جاي إن شاء الله.